هنحتاج ايه علشان نعمل سد الحنك؟ هنحتاج هو بيتعمل بالسمنه، انا مستخدمه زبده، لو عايزين تستخدموا سمنه بلدي مفيش اي مشكله، هو الاصلي اصلا بالسمنه البلدي. عايزه 125 جرام من الزبده، كوبايه دقيق، كوبايه حليب، سكر حسب الرغبه، بس احنا حاطين تقريبا كوبايه، انا هحتاج سكر تاني رغده بليز. وايه تاني؟ فين؟ سكر حسب الرغبه، وفستق ده طبعا اختياري جدا، ما كانش برضو بتحط لنا عليه فستق ولا اي حاجه، هو كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه الزبده، المفروض ان مقدار الزبده ومقدار السمنه يبقى قد ايه؟ لو انا استخدمت كوبايه دقيق بستخدم نص كوبايه زبده، اوكي؟ يعني حاولوا تخلوها ايه، نص المقدار. هحط كده الزبده على النار زي ما قلنا، الوصفه الاساسيه الاصليه بسمنه بلدي، انا بحب طعم الزبده فبستخدم الزبده. ندوب كده الزبده وريحتها تطلع، ولو سمنه برضو نسخنها كده كانها هتتقدح. نحط بقى الدقيق كده ونحمص الدقيق، نديله لون، ممكن يبقى محتاج نزود علشان على حسب نوعية الدقيق بتاعك بيتشرب قد ايه، دي حاجة مهمة جدا. خلونا نزود حبة سمنه، انا عندي هنا سمنه، نزود يبقى عملنا بسمنه وزبده، بس كده انا عايزه القوام ده، ده القوام المطلوب للتحمير. انا بعمله برضو بايه؟ بعمله بلبن. زمان كنا بنعمله بايه، او دلوقتي ممكن نعمله بايه؟ برضو بالميه، ميه بسكر، كوبايه ميه بسكر، وبنسقي بيها الخلطه دي علشان تربط. انا بحب ان انا احط السكر على اللبن، وساعات بقوم مزوده برضو شويه ميه وخلاص. نجيب حاجه نحط فيها مقدار، تقليب 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 لحد ما القصه دي كلها تبقى لونها غامق. هحط كده اللبن على السكر، يستحسن يبقى لبن دافي كمان. عندي سكر هنا تاني اهو، هي حاجة حلوة فلازم يبقى مسكر بزيادة. هزود شوية مية اختياري، لو عايزين كله مية عايزين كله لبن براحتكم. الوصفة دي وصفة تقليدية، وزمان بقى ولا مقادير ولا ما مقادرش، على طول كده ايديها مقدار، والله ايدين الجدات مقدار بالسنس. زي ما انتوا شايفين ده القوام اللي المطلوب ان انا احمر الدقيق فيه، فهنصبر علشان ناخد حاجة لذيذة. ندوب السكر كويس، ايد مع السكر وايد مع التحمير. ابتدى يلون، بس وصفة من الوصفات اللذيذة قوي، لما عملتها وابني دقها اول مرة عجبته جدا، بس ما فهمش خالص هو بياكل ايه. هو قعد يقولي هو حاجة في الاول مش فاهم، هو حاجة زي كوكيز، لا دي مش كوكيز، هي طرية بس حلوة، وايه بقى تاني؟ قولي كده تاني اسمه ايه.
نوع من انواع الثقافه، يعني زي ما بنعلم ولادنا الحاجات كتير في التربيه، بحب ان انا كمان اعلمهم الجزء ده من الحياه، تاريخ الاكل، ودي اكله قديمه ولا ممكن نبقى بطلنا نعملها دلوقتي بس حلوه، عشان يطلعوا مثقفين. يعني نوع من انواع الثقافه مش بس التعليم العادي الورقه والقلم، مثقفين في الدنيا، يعرف دي اكله قديمه، ما يكبرش كده الناس تقول قدامه سد الحنك يقول لهم يعني ايه سد الحنك، لا يبقى عارف. ايوه انت واكل سد الحنك ولا ايه بالظبط؟ ده مثل مشهور جدا. بصوا الالوان، انا بالنسبه لي كل ما اديتها لون اغمق سنه كل ما كانت بالنسبه لي احلى. ولو عايزين تسقوها الميه والسكر برضو مفيش اي مشكله، هو بس اللبن بيديها طعم وغناوه. زمان ما كناش بنعملها بلبن، ولا جدتي كانت بتعملها بلبن، كانت بتعملها بالميه بالسكر، تدوب كده كوبايه ميه بسكر وتقوم عاملاها. تمام اللون كده تقريبا تقريبا ظبط، هدوب بس كويس. ينفع نحط السكر؟ اه ينفع، بس ساعات لو ما دوبناهوش بيبان، فانا بحبه يبقى دايب خالص. بصوا الله 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 على اللون والريحة بصراحة. التحميص ريحته خطيرة، وهو ده الطعم اللي بنبقى مش فاهمين هو ايه، هو عبارة عن ايه. يلا انا مستحرمة اللون بس هنزل. يلا واحدة واحدة، يلا نقلب كده وننزل تاني نلم واحدة واحدة. ينفع مرة واحدة؟ اه بس خلينا واحدة واحدة كده مع بعض لحد ما نوصل للقوام اللي انا عايزاه. بصوا حاولوا مرة تجربوه بس، وتدوقوه للولاد من باب ايه؟ المعرفة، العلم بالشيء زي ما بنقول. ينفع اللون يفتح عن كده؟ اه ينفع مفيش مشكلة. الدقيق ينفع يتشرب كمية اكبر من كده، هي الفكرة بس ان احنا نوصل لقوام هوريه لكم دلوقتي، قوام معين كده. عايزة الكفاية البتاع دي، هجيب بقى سباتولا هوريكم القوام اللي انا عايزة اوصله كده اهو، هو ده. عايز سنة مية كمان صغنطوطة او لبن، احط له شوية مية كده، المية بتفك برضو وبتوضح الطعم، يعني ما احبش ايه يبقى لبن بس، لا لبن ومية، حلوة قوي لبن ومية مع بعض. كل ده القوام بتاعه مظبوط، انتوا احرار في كمية المية اللي هتحطوها، هتزود معاكوا الكمية، هتخليه انعم، كل ده انا كده تمام، كل ده انا تمام، انا بجود. خلاص قلت كفايه تجويد كده. نلمه بقى كده، بصوا القوام حلو ازاي، بيتاكل ازاي، بيتاكل كده، بيتحط كده وناكله كده، بس ممكن علشان يبقى شكله احلى بفنجان قهوه بايس كريم، اللي هي اسمه ايه، قال الايس كريم سكوب اسمها ايه، اللي هي بتاع اللي بنعمل بيها الايس كريم،
بس بمعلقة، على فكرة بمعلقة كبيرة، معلقة الأكل دي يعني، ممكن نشكل بمعلقة الأكل كده ونعمل شكل بسيط خالص، ونقوم ايه، بصوا اهو نجيب طبق بس اوريكم، بس وهي سخنة يعني، واقوم عاملاه كده بالشكل ده، بسيطة يعني بمعالق او بأي حاجة، بس انا احب ايه سريعا سريعا وهي سخنة علشان تديكوا الشكل المطلوب كده اهو. اوكي احنا عايزين نطلع فاصل صح؟ طيب هي الايس كريم سكوب فين؟ ماشي بصوا ده شكل من الاشكال، بس انا بحاول استخدم لكم اسهل شكل، لو ما عندكوش البتاعه بتاعت الايس كريم دي، ان احنا نعملها كده بالمعلقه وخلاص علشان ما تتعبوش نفسكم، ونزينها فبسيطه ولذيذه قوي اهي. هنا كده بتاعت الايس كريم دي سهله وبتخلي الشكل حلو قوي. هنجيب بقى طبق نقدم فيه بس بعد الفاصل، بصوا اهو، وكده تبقى مدوره وليها شكل، ونحط عليها المكسرات من فوق والدنيا بتبقى لطيفه قوي، وبتبقى فعلا حاجه حلوه سريعه والولاد بتنبسط بيها قوي اهي. زينت بالفستق، تقدروا تحطوا طبعا اي حاجه تانية لو حابين، عين الجمل بيبقى تحفه، فايه براحتكم، عيشوا حياتكم. انا كده تمام.